بلدي ولا مستورد؟ اللي موجود. طلباتك؟ 2 اخضر و3 احمر و1 ازرق. فلوسك؟ طيب مفيش تيكت؟ تيكت؟ تيكت على الله. لا لا، احنا الظاهر جينا في يوم غلط. ده في مظاهرات مدرسين اللي هم بيطالبوا بالكادر وهيعملوا قلق كادر ايه يا مجدي؟ دول الناس جايين عشان يقدموا لاولادهم في كيجي 1، جايين ياخدوا الدوسيهات. كل دول؟ واضربي بقى الدوسيه في 1500، ده تمن شقه في حدائق الاهرام بالعداد. الله العظيم، سبوبه عنب، ده احنا بنتلاقي في رسم. مجدي بقولك ايه، بطل برطمه. المدرسه دي احسن مدرسه موجوده دلوقتي بجد. بودي ابن باكينام، مودي ابن نيفان، لودي ابن باتيناج، كلهم في المدرسة دي وبيشكروا فيها قوي. طب احنا ما ندخلوش ليه مدرسة من الحاجات العادية؟ لا، خالد ابن الوليد عادي. مجدي بص، انا هسكت خالص. انا داخل في 250,000 جنيه دوسيهات لحد النهاردة، ودين اللي اخصمهم من مصروفه ومصروف عياله 70 سنة قدام. مستر سولي، يلا يلا حبيبي، عايزك تركز في الانترفيو. ها، ربنا ينولها لك يا ابني. صباح الخير. مين فيكو سولي؟ هو ده يا فندم. حضرتك انا عارف ان الولد هو سولي، انا عايز اسمعها من بقه. بعدين ايه ده؟ ايه ده؟ احنا مش قلنا تيجوا لابسين بدل غامقه؟ ليه لابسين فاتح كده؟ يا فندم احنا جايين نقرا فاتحه، احنا جايين نقدم للولد في الحضانه، فعادي يعني ما تضايقهاش يعني. مجدي انت مامته وهو باباه، مش كده؟ ما شاء الله، شوفي لماح قوي فرنسا. طيب استاذنكم في السي في؟ اتفضل. سليم مجدي سلامة. قول لي يا سولي يا حبيبي، انت عندك خبرات في ايه؟ لا يا فندم، هو خبراته كلها في الخليج، يعني هو ما اشتغلش في مصر كتير قوي. معقولها يعني؟ اصل الطفل عنده 4 سنين، طفل جاي يقدم في حضانة، يعني يحل مسألة التوصيل، يحل عننا شوية عن البيت نقعد. مجدي سيبي الأستاذ يشوف شغله. اتفضل يا فندم، اتفضل. قول لي يا سولي يا حبيبي، تتكلم لغات؟ انجليزي، فرنساوي، او حتى الماني؟ لا بص حضرتك، كده انت جيت له في منطقته بقى، يعني هو في البرتغالي مجرم، وعنده شويه فارسي كده على لاتيني خفيف مع بعض. اصل الطفل في السن ده يعني ممكن تساله مين صديق سبونج بوب الصدوق؟ الصنفور المحبب لقلبك، حاجات كده في المنطقه دي ولا ايه؟ ما لو كان بيتكلم لغات ونبغى كده كنا بعتناه ناس او وفرنا القرشين. طب حضرتك لو اتدخلت تاني في الحوار ما بيني وما بين سولي، انا مضطر الغي الانترفيو وارفض الولد نهائي. مجدي لو سمحت، عايزين نخلص، ده رابع انترفيو نروح ونترفض عشان سعبيبك دي. حاضر هسكت. ده ناقص يقول له شايف نفسك فين كمان 5 سنين. طب قول لي يا سولي يا حبيب، انت شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ في تالتة ابتدائي يا فندم، هيبقى كمان 5 سنين في تالتة ابتدائي. ما هو بالعقل. مجدي الولد لو ما تقبلش هتبقى انت السبب في تضييع مستقبله. قول لي يا سليم يا حبيبي، ايه هي نقطة ضعفك؟ الكتاكيتو يا بيه، الكتاكيتو. عارف حضرتك ده ممكن ياكل علبتين وهو قاعد، كلب كتاكيتو. معلش كنت عايزه اسال حضرتك يعني عن النظام والمصاريف وكده، بس بقى يا مجدي بس ارجوك. بالنسبه للنظام، احنا مش بس حضانه، احنا حضانه وابتدائي واعدادي وثانوي، والمصاريف عندنا بتبقى 45,000. 45,000 حضانه وابتدائي وثانوي؟ ده حلو جدا. امال نصف الشيك من التعليم ليه؟ خلاص انا اشتريت يا فندم. 45,000 في السنه، ده غير شامل الباص واليونيفورم والكتب والزينه والجليترز، وبتزيد طبعا حسب المرحله العمريه او حسب الظروف. ايه 45,000 في السنه ليه؟ ما اجيب فيرنا يقلبها تاكسي ونشغل الواد عليها وخلاص ويلم مصاريفه وخلصنا. اصل دي احسن مدرسه موجوده دلوقتي بجد، دي فيها مودي وبودي ولودي. مادام فيها بودي يبقى خلاص طبعا. طب بقول لحضرتك ايه؟ ما ينفعش حضرتك تعمل لنا حاجه كده ب 25,000؟
بمعنى؟ يعني بص اقول لك يا فندم، انا امكانياتي كلها دلوقتي 25000، ممكن نظبط حاجه مع بعض. يعني مثلا الولد يجي 3 ايام في الاسبوع يبقى بار تايم كده عندكم، ممكن يشتغل ببقيه الفلوس، يلم الورق من الحوش، يرن الجرس، ينظف الحمامات ويسترزق برضه. ينفع معاك كده يا فندم؟ لا والله كده تخسر معايا، ده ما يجيش حق الساينس حتى. لا معلش، هي مش الساينس دي، هي العلوم ولا الساينس اغلى؟ إيه هي العلوم عادي، الجهاز العصبي، الجهاز التنفسي، الجهاز التناسلي. حلو، شيلوا الجهاز التناسلي يا فندم. لا قصدي يعني شيل الجهاز التناسلي من المنهج بتاع العلوم وتمشي كده، ونخصم الباقي وشيل الماث، وانا اجيب له اله حاسبه كاسيو كده نص عمري ماشي نفسه بيها، والدين كده كده انا باخده معايا صلاه الجمعه. ها يا فندم ربحانه معاك. لا والله ما تمشيش، بس انا هعمل معاك واجب. انا هاخد منك ال 25 دلوقتي وال 20 كمان شهر. ميرسي جدا يا فندم، كتر خيرك، انتوا فعلا احسن مدرسه موجوده دلوقتي بجد. اتفضل قوم وريني هتلم بقيه المصاريف ازاي. انا عارف هلم ازاي بقيه المصاريف. يلا يا سولي. ركز معايا يا حبيبي واسمعني كويس، لما يقول لك خبراتك ايه هتقول لي انا خبراتي كلها بره مصر. وبالمناسبه سيادتك لو محتاج اي تاشيرات فيز شنغن انا تحت امرك. حسابنا كده 200 جنيه، انترفيو زي العسل ان شاء الله.